أهلا بكم. لماذا قررت وزارة التربية في حكومة بغداد ووجهت بإغلاق ممثلياتها في محافظات كردستان في 30 تموز المقبل؟ أليس هناك 150,000 طالب وطالبة اضطروا للبقاء في كردستان العراق بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم وبسبب تدهور مدنهم التي شهدت عمليات عسكرية؟ ألم يدر في خلد الحكوميين في العراق أن قرار وزارة التربية هذا سيحرم الطلبة العراقيين الموجودين في كردستان من حقهم في التعليم؟ ألا يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق عائلاتهم وانتهاكاً لحقوق أبنائهم في العيش والحرية والتنقل والسكن، ويدخلهم في موجة قاسية جديدة من الهم والمعاناة؟ ألا يعتبر هذا القرار تنكيلاً بالنازحين وأبنائهم؟ نتساءل في هذه الحلقة عن الأهداف السياسية لهذا القرار وما انعكاساته وتداعياته على الواقع المجتمعي في العراق في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية والمعاشية التي يعيشها العراقيون بشكل عام والنازحون بشكل خاص، وإلى أي مدى ممكن أن يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني في الحيلولة دون استمرار هذا القرار أو تنفيذ هذا القرار وكذلك وقف تداعياته. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك دكتور أيمن. حياكم الله في الكريم. أرحب بالدكتور كاظم ياور الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور كاظم. مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يعاني النازحون في العراق ألوانا من الانتهاكات والحرمان من حقوقهم الأساسية، كان آخرها قرار وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في محافظات كردستان، والذي سيؤثر سلبا على النازحين والمهجرين، مع وجود نحو 150,000 طالب وطالبة اضطروا للبقاء في كردستان العراق بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم، فضلا عن تدهور البنى التحتية للمدن التي شهدت عمليات عسكرية. قرار وزارة التربية سيؤدي بالطلبة إلى مصير مجهول وحرمانهم من حقهم في التعليم، كما يعد انتهاكاً لحقوق عائلاتهم في العيش والحرية والتنقل والسكن، وإدخالهم تحت موجة جديدة من المعاناة في ظل عدم أهلية كثير من مناطقهم التي نزحوا منها للعودة بسبب الدمار الذي حل بها بفعل العمليات العسكرية وسطوة الميليشيات الطائفية وانعدام وسائل الكسب وظروف العيش الآمن. وفقاً لهيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت أن المقاصد السياسية التي تبتغيها حكومة الاحتلال التاسعة وأحزابها من إنهاء حالة النزوح قسرياً لا تقف فقط عند خلافاتها مع السلطة في كردستان، بل تتعدى إلى ما هو أخطر، مبينة أن هذا القرار يدل على نوع جديد من الانتهاكات المركبة والعقاب الجماعي الآثم تحت مظلة الملاحقة الأمنية، كما أنه يعد ضربة جديدة ومأخذا آخر على من يوصفون بالسياسيين السنة الذين منحهم النظام السياسي القائم في العراق هذه الوزارة وفق منظومة المحاصصة الطائفية. فيما نظم أولياء أمور الطلبة النازحين وغير النازحين وممثلو منظمات المجتمع المدني وقفة في أربيل احتجاجا على قرار إغلاق الممثليات، داعيا للإبقاء على تلك المدارس بما يضمن حصول جميع الطلاب على التعليم الأساسي. إغلاق المدارس العربية في كردستان العراق يعد استمراراً لسيناريو الإعادة القسرية للمهجرين وترسيخاً لسياسات التنكيل بالنازحين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في ظل حكومات طائفية متمثلة بأحزاب فاسدة وميليشيات متنفذة برعاية إيرانية.
أبدأ معك دكتور أيمن. دكتور أيمن، 150 طالب 150 ألف طالب وطالبة في العراق اضطروا للنزوح والسكن في مناطق غير سكنهم بسبب العمليات العسكرية. تتحمل الحكومات المتعاقبة كل المسؤولية عن هؤلاء، عن هذا الجيل الذي لا حول ولا قوة، هذا الجيل الذي من المفترض أن يكون الجيل الذي يبني لبنة الأساس في كل بناء، هم جيل الشباب الطلبة الطالبات. رقم هائل، كم كبير منهم، عدد كبير منهم، 150 ألف طالب وطالبة. من يتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ يعني عندما نقارن بالحق في التعليم الذي يطبق في الدول المجاورة في العراق، نجد أن هناك يعني إرهاب وترهيب في سبيل عدم الوصول إلى حق التعليم الذي عقدت الأمم المتحدة المؤتمرات تلو المؤتمرات عن حق التعليم الذي من المفترض أن يكون لكل إنسان على هذا الكوكب. هل العراق خارج هذا الكوكب؟ لماذا هذا الترهيب والإرهاب لهؤلاء الطلبة بقطع وصولهم إلى حقوقهم في التعليم؟ تحية لك أخي الكريم وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. في الحقيقة الحالة العراقية هي حالة نادرة، يعني لا يمكن أن تجد كل من في السلطة، كل من في السلطة هنا أؤكد هم من الطارئين، من العملاء، من يعني غير الوطنيين، حكومات ليست لها أي أولويات وطنية. اليوم يدفع الشعب العراقي ثمن هذه الحكومات التي فرضها الاحتلال بنظام بائس، نظام المحاصصة الطائفية التي لم يعرفها العراقيون قبل 2003 بشكل كامل، لكن تم التكريس للطائفية و يعني في كل المديات على جميع المستويات، وهنالك نظام قائم على هذه المحاصصة المقيتة التي أعادت البلد، يعني أتمنى لو أقول أنها في العصور الوسطى. يعني اليوم العراق يتذيل قوائم الدول، القوائم الإيجابية، ويتصدر القوائم السلبية على جميع المستويات والصعود، جميع محاور حقوق الإنسان، سواء التعليم، سواء الاعتقالات، سواء القتل، سواء الصحة، سواء الوضع البيئي بالنسبة للمرأة والطفل. كل المحاور العراق يتذيل القوائم الإيجابية ويتصدر القوائم السلبية منذ 2003 وحتى الآن، وهذا كله حقيقة نتاج ممنهج يراد لهذا البلد الإفقار والتجهيل والتغييب عن العالم. وهذا طبعا يعني ولا كل الجميع، لا أحد ينكر أنه التعليم والديمقراطية هم يعني إن غاب أحدهما غاب الآخر، هذا قطعا يعني. فإذا هنا نتحدث عن عدم وجود الديمقراطية أو الديمقراطية الزائفة، وعدم وجود الحرية لأنها حرية متوهمة، والحكومات كما ذكرت هي ليست لديها أي أولويات وطنية، تسعى بشكل حثيث لإذلال الشعب والتنكيل به. هذا لو تتبعنا حقيقة اليوم أزمة النزوح الكبرى يعني فاقت 10 سنوات، لو نتتبع مسار هذه الأزمة كلها بمقتضيات بمجملها مآسي وأزمات مفتعلة من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق، وهذه الحكومة التاسعة، حكومة الاحتلال التاسعة منها. جميع على تتبع المسار طوال السنوات 10 الماضية، أكثر من 10 سنوات حقيقة، هذا كله يعني يعيش النازحون
بمآسي ويعني داخل سجن يسمى مخيم، وهذه المخيمات مهملة متناثرة في الصحراء في أماكن بعيدة، وعوملوا معاملة الشخص المدان، يعني حتى ليسوا متهمين، إنما هم يعني مدانون بشكل مباشر من قبل السلطات، وتتعامل السلطات معهم بهذا الشكل، حتى أنه يعني هنالك دلائل كثيرة أن الحكومات المتعاقبة في العراق ليست لديها حسن نية بشكل مطلق بالتعامل مع ملف النازحين، لأنها تسعى إلى التنكيل بهذه طيب. الفئة المجتمعية الضعيفة، والتي هي بالغالب نساء وأطفال، ويعني هي فئة مجتمعية ضعيفة وداخلها تحوي على فئات يعني أكثر ضعفاً، وهذا كله حقيقة. يعني اليوم احنا نتحدث، اليوم من هاجر او من اضطر للنزوح قبل 10 سنوات وهو كان رضيعا، اليوم عمره 10 سنوات، ماذا يعرف؟ لو رجعنا الى التقرير، الاطفال يهتفون كلا كلا للتهجير، لانهم نشأوا في ذلك المكان واستقروا. اذكر لك قصة واحدة، يعني من الـ قبل 2003 كان شخص بدرجة يعني متصرف أو محافظ، وزوجته مديرة مدرسة، فنقل المحافظ إلى مكان آخر. مدير التربية في تلك المحافظة رفض نقل الزوجة، لماذا؟ لأنها مديرة مدرسة ولا يريد أن تتغير البيئة التربوية والتعليمية على الطالبات. اليوم إحنا لدينا تنكيل متعمد بهذه الفئة بالطلاب وبالنازحين أيضا، لكن الطلاب هم زي مثل ما تفضلت، يعني هم نتاجنا وهم زرع المستقبل، فماذا يحصل لهم؟ كله إحباط طيب. وإبعاد بشكل مباشر وقسري، وتنكيل مباشر بهم، والغاية هو تغييبهم قبل وتجهيلهم قبل ذلك. نعم دكتور أيمن، نبقى معي لو سمحت. دكتور كاظم ياور، مرحبا بك. هل هو عقاب جماعي تحت مظلة الملاحقة الأمنية عندما يكون الآباء ملاحقون أمنيا بتهمة لا نعرف ما هي، إلا أنهم ينتمون إلى محافظات بعينها تم تدميرها تحت شعار الحرب على داعش، ويتم اتهام أهل هذه المحافظات بأنهم داعش، والآن يتم إجراء أو تنفيذ عقاب جماعي بالآباء والأمهات وكذلك بالأبناء الموجودين اضطرارا في أرض كردستان العراق بعد الحرب على داعش، والآن يراد إلغاء الممثليات التابعة لوزارة التربية في مدن كردستان العراق، وبالتالي إجبارهم على الرجوع إلى مناطقهم المدمرة. هل هو عقاب جماعي لثلث أبناء العراق إن صح التعبير أو صح التقدير؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي السيد الضيف معنا في هذه اللقاء المبارك. حياك الله. طبعا كما تحياتي الكبيرة للكوادر التدريسية في إقليم كردستان العراق التابعة لوزارة التربية الاتحادية، الذين تحملوا يعني كل المشقات ومصاعب كثيرة ما بعد 2014 من حيث تأسيس وترتيب وتنظيم كل هذه المدارس، يعني لربما تصل إلى أكثر من 250 مدرسة ابتدائية وإعدادية ومتوسطة وحتى مدارس مسائية إلى آخره للكبار، فكل هذه جهود جدا كبيرة، لابد أن تكون هناك يعني تقديم على الأقل كتاب شكر وتثمين لهذه الجهود، وليس يعني القيام بإبعادهم أو إرجاعهم لربما بوسائل
وإن كانت في ظاهرها أنها طوعية، ولكن باطنها أكيد هي يعني رجوع إجباري بهذا الصدد. بالبداية أبدأ يعني هذا الملف ملف جدا كبير ومتداخل. أكيد هناك ملفات للهجرة، منها متعلق بوزارة الهجرة العراقية، وكذلك هناك ملف الاقتصادي متعلق بوزارة التجارة، ومن بين هذه الملفات وزارة التربية. هنا وزارة التربية بصريح العبارة وقعت عليها ظلم من خلال هذه الملفات التجارة والهجرة. اليوم نحن لا ندافع ولا نريد أن تكون هناك بقاء مخيمات وقد أغلبها أخليت تماما وتم إرجاع من رضي بالرجوع إلى مناطقهم. نحن اليوم نتحدث عن عوائل وأسر وتلاميذ بالآلاف، هم اليوم ساكنين ومقيمين بشكل طبيعي جدا، لا يختلفون أمام القانون عن مواطن في أربيل وفي السليمانية وفي الدهوك. فإذا لديهم حقوق دستورية، المادة 44 أولا يقول للعراقي الحق التنقل والسفر والسكن في داخل العراق وخارجه، فهذه مادة دستورية أعطى الحق للعراقي أن يسكن في أي أرض شاء، في محافظة، في مدينة معينة. فهذا معنى الطوعي، المادة الدستورية هو الإرادة الطوعية للمواطن العراقي سواء كان من أي محافظة كان. واليوم نرى المظاهرات، نرى الإرادة لهؤلاء التلاميذ والطلاب وهيئات التدريسية أنهم يتظاهرون ويريدون البقاء في هذه المدن وهذه المحافظات، لأنهم يؤدون أعمالهم الدستورية القانونية بأكمل وجه. لا توجد هناك مشاكل تعتري عملية التربوية من حيث يعني وسائل التعليمية أو قوانين وزارة التربية أو الدستور العراقي. طالما أنه لا توجد هناك موانع أو ظروف استثنائية تمنع من أداء الواجبات، إذا حقوق المكتسبة لهؤلاء حقوق دستورية لابد أن تبقى وأن لا تسلب منهم. نتيجة هناك مشاكل كما ذكرت في مسائل الهجرة، وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك في وزارة التجارة كان هناك فساد كبير في هذه الملفات، يعني في وزارة الهجرة ووزارة التجارة، وملفات مشاكل سياسية كانت تقحم فيها يعني المهجرين في قضية التصويت وفي الانتخابات، ولكن كل هذه الملفات تم فصلها وتم حلها وتم الانتهاء منها. إذا أخذ بهذه الاعتبارات اليوم سوف يكون هناك ظلما على المهجرين، على المقيمين وليس المهجرين. نعم، نحن نتحدث عن 90% اليوم هم مقيمين إقامة، يعني هم مواطنون عراقيون بدرجة أساسية، ليس لديهم أي فرق ما بين مواطن من محافظة أربيل أو دهوك أو سليمانية. إذا طالما أنه لا توجد هناك عوائق أو موانع دستورية قانونية وتعليمات وإلى آخره، فلا توجد هناك أي ضير أو مانع من بقائهم والاستمرار في أداء أعمالهم الطوعية. وكما ذكرت، في كل العالم وفي كل الدول الهجرة والعودة إلى مكان الأصلي لابد أن تكون طوعية، ولكن اتخاذ قرار شمولي بغلق الممثليات وغلق المدارس أكيد سوف تكون في مضمونها أنها تتبع وسائل إجبارية، وهذا منافي للدستور العراقي ومنافي يعني المواد القانونية الدولية
لحقوق الإنسان وغيرها من المواد أو القوانين المتعلقة بهذا الأمر. وهناك لا ننسى أن هذه المدارس تقدم كذلك خدمات للاجئين والمهجرين من سوريا وبلدان أخرى، بما أنها هي دراسة عربية فهناك مئات الطلاب السوريين وبلدان أخرى في أراضي إقليم كردستان العراق يعني ينتفعون أو يقدم إليهم هكذا خدمات من قبل المدارس العراقية على أراضي إقليم كردستان العراق. هناك بعض المشاكل لو سمحت لي بدقيقة. يعني صح أن وزارة التربية من حقها والحكومة العراقية من حقها اتخاذ بعض الإجراءات، منها يعني تغيير تسمية الممثلية. 2014 كان هناك ظروف معينة تم الانتهاء من هكذا ظروف، اليوم نحن في ظروف آخر، ممكن تغيير تسمية ممثلية إلى مديرية العامة للدراسة العربية في إقليم كردستان العراق أو شبيه من هكذا تسميات، لا ضير في التسميات، لا ضير من تغيير بعض الوسائل، ولكن لابد أن نحافظ على الجوهر، لابد أن نحافظ على الحقوق المكتسبة لكل هذه السنوات التي تم العمل هنا. ولا ننسى أن الهجرة أو العودة التوعية مفتوح، الأبواب مفتوحة، هناك مئات الكوادر التدريسية عادوا والتلاميذ عادوا، وهناك من يأتي اليوم أو في السنة الماضية أو التي تليها أو ما قبلها، يأتي هناك مواطنون عراقيون لهم حق أن يأتوا إلى إقليم كردستان العراق للسكن والإقامة. مئات الآلاف من العوائل في كردستان العراق من الصعب جدا أن تعود إلى مناطقها، لأن مناطقهم محطمة، لا زالت محطمة مهدمة بفعل العمليات العسكرية، لا توجد أي خدمات، لا توجد كهرباء، لا توجد إسالة ماء، لا توجد مجاري، لا توجد أي خدمات هناك، بالإضافة إلى الوضع الأمني الخطير. هم الآن بين قوسين متهمون بالإرهاب، بداعش وإلى آخره، ويتم عملية وتتم اعتقالات كبيرة، لذلك هناك تخوف وهناك ظروف نفسية سيئة. بالتالي البعض من المراقبين يرى بأن هؤلاء النازحين هم مستهدفون، وهناك مقاصد سياسية من أجل إرجاعهم قسرا، مثل ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين. بالعودة إليكم دكتور أيمن العاني، ذكرتم أن هذا القرار ما هو إلا أداة ربما أو حلقة من حلقات الاستهداف الجماعي والعقاب الجماعي. إذن ثمة مقاصد سياسية وراء هذا القرار بالتأكيد، ولكن نتحدث هنا عن نقطة دكتور أيمن، عن سنة السلطة. ما هو دورهم في هذا القرار؟ غالبا ما كنا نسمع من سنة السلطة أنهم سوف يحققون مشروعا كبيرا إن استمروا في الحكومة. من هذه المشاريع التي تحدثوا عنها حتى في إعلاناتهم في البوسترات الكبيرة العريضة، أنهم سوف يقومون بإرجاع أهالي جرف الصخر وبالفم المليان وبكل ثقة. يا ترى هنا في دمار وحطام مستقبل هذا الجيل، ما هو دور سنة السلطة هنا في هذا القرار؟ أخي الكريم، هو يعني الحقيقة فيما ذكرتم فقط تعليق بسيط، أنه الوصف الدقيق للحالة الذي جاء في البيان يعني هو أولا انتهاك مركب. لماذا؟ لأنه هو بالبداية يعني هم اضطروا إلى ترك منازلهم ومناطقهم وممتلكاتهم وسبل يعني العيش لديهم، كلها تركوها تحت القصف العنيف والعشوائي من قبل الحكومة ومن جاء معها. هاي بداية. ثانيا، هم
باتت مناطقهم أطلالا. اليوم كما ذكرت المناطق مهدمة خالية من الخدمات الأساسية غير صالحة للعيش حقيقة. يعني هذه احنا اليوم بنوصف حالة لماذا الانتهاكات مركبة وتحملوا ما تحملوا. وطبعا بالمناسبة أثني على كلام الضيف العزيز والشكر الجزيل والتحية الإكبار حقيقة للكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية التي قدمت هذه الخدمات الجليلة لأجيالنا وطلابنا هناك، والكل طبعا عراقيون لا شك. لكن هنا نتحدث يعني تحملوا عبء الموضوع لوحدهم، يعني الحكومة لم تقدم لهم أي تسهيلات بالنسبة لوضع المعيشة ووضع السكن. الغالب العام الأغلب من هؤلاء تحملوا مسؤولية المعيشة هم على نفقتهم الخاصة، وكل هاي اليوم يعني يقول خلاص خلينا يعني. أما تغيير اسم المديرية كما يتفضل الضيف الكريم فهذه الحقيقة يعني هي لا تخفى على أحد، لكن هل هنالك يعني مسؤولون تؤرقهم هموم الشعب؟ قطعا لا توجد، لأنه يعني كأنما يتصرفون يعني مع الموضوع. يعني ماذا ستفيد تغيير المسميات؟ نحن نتحدث عن الإطار الفعلي، الخطة التي على وفقها يتم الوصول إلى شيء جيد والتغيير نحو الأحسن. نعم بالضبط، هو هذا يعني احنا يعني لو افترضنا جدلا ان هذا هو الحال، لكن من لا احد في حكومة بغداد يريد ان يطرح حلا. هنالك ازمات تولد ازمات، والحكومات المتعاقبة يعني هذه الازمات تنعشها، تخلي تمدها بالحياة تخليها. والا هم يعني تخيل من ضمن الشهادات حقيقة للنازحين أنفسهم أنه يقولون إحنا ما نقدر، الحكومة السلطات الحكومية ما تقبل أن يختلط النازحون بعضهم ببعض مثلا من المحافظات المختلفة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتم تجانس وتقارب وشيء من الاندماج. إذن هذا العزل النفسي، هذا العزل البشري والعزل النفسي، ما هو فرقه عن العزل الموجود في إسرائيل بينها وبين الفلسطينيين؟ العزل العنصري، هناك عزل عنصري حقيقي في العراق. نعم هذا يعني 20 عاما من هذا التمييز المقيت حقيقة. يعني اليوم احنا بغض النظر لكن لتشخيص الأزمة، نحن لسنا طائفيين، لكن لتشخيص الأزمة جميع النازحين هم من العرب السنة، نقطة راس سطر مثل ما يقول. لماذا هذا التعامل المج وهذا التجاهل لهموم هذه الفئة المجتمعية الضعيفة التي تحملت ما تحملت في سبيل أنه تنشئ الأجيال، كل من يعني على أولاده؟ وأما بالنسبة لهم اليوم يعني لو كانت هنالك، احنا نعود على مسألة الحكومة والمنظومة القضائية وما إلى ذلك، نتحدث عن سنة السلطة دكتور. سنة السلطة ما هو دورهم؟ ها سنة السلطة أخي يعني لا يعد إذا حضروا حقيقة ولا يفتقدوا إذا غاب. هذه 20 سنة صار لنا هذا الوضع، هو الوضع الذي يوصف هؤلاء. أما ندفع عن أهلنا وإحنا جينا نريد نغير الموضوع وممكن نقلل الضرر، يعني هسا إحنا 20 سنة صار لنا، ماذا قدم من يدعون أنهم يمثلون محافظات العرب السنة؟ ماذا قدموا لهذه لأبناء هذه المحافظات؟ الجواب يعني لا شيء. وماذا قدم السياسيون الشيعة لأبناء الشيعة في الجنوب؟ لا شيء أخي، أليس كذلك؟ نظام قائم على المحاصصة، المستفيد منه فقط هو
السياسي المستفيد منه الأحزاب، والمواطن العراقي عبارة عن ضحية لا أكثر ولا أقل. بالضبط. لماذا؟ لأنه هذه الحكومات هي ليست حكومات تابعة للعراق، هي حكومات جاءت تعرف نفسها من جاء بها بالنسبة لجهة إيران أو جهة أمريكا، فهي مضطرة أنه تنفذ مخططات هذه الجهة أو تلك بالشكل الذي يخدم مصالح الجهات الخارجية. وهذا من يدفع الثمن؟ هنا يدفع الثمن الشعب العراقي. فهذا من جملة، يعني الحقيقة هو إحنا يعني ليست مثل ما يقول سبوت فيو، إحنا خلينا نشوف الصورة كاملة. طيب. نجد أنه كل الملفات حقيقة، كل الملفات الموجودة، كل المحاور التي تخص حقوق الإنسان كلها، يعني لا استثني منها شيئا، كلها بشكل مزري وأوضاع متدهورة. ويعني بالله عليك اليوم إحنا هل يجوز بلد بدون خدمات أساسية 20 عاما؟ لا، يعني لا يتصور أحد هذا الموضوع. أما هنالك تعبيد طريق هناك أو إنشاء ساحة، هذه الساحة وتعبير الطرق هنا من هنا وهناك، هذه كل 4 سنوات قبل الانتخابات تحصل. هذه وليست فقط هذا. لا. يعني أنت لو إحنا ودينا الفرق اللي تخصنا، والله العظيم هذه يعني يقول بس نروح على الفرع اللي وراء، يعني المدخل الثانوي وليس الرئيسي، تجد البيوت مهدمة والمأساة وطرق مغلقة والأمور الأخرى. لكن هو كلها يعني حتى هذا مثل ما تفضلت كلها متعلقة، كل 4 سنوات يلا يتحرك فد، والوعود الكبيرة طبعا. واليوم مثلا لدينا مثل ما يقول في نينوى نسبة الهدم كبير جدا، لكن ما هي نسبة إعادة الإعمار؟ لم تتجاوز نسب إعادة الإعمار هاي. إحنا اليوم من 2017 إلى اليوم صار لنا 7 سنوات أو 8 سنوات، لم تتجاوز نسبة إعادة الإعمار أكثر من 30%، ولا سيما أما بالنسبة للجانب الأيمن فيعني كل على حالة وبشكل الناس. رغم تخصيص الأموال لإعادة الإعمار، ولكن لا جديد. وهذا طبعا الكثير من المراقبين يعذرون الكثير من الدول المجاورة التي خصصت الأموال لإعمار العراق ولكنها لم تصرف هذه الأموال، خوفا على تبخرها من قبل حرامية الحكومة في العراق. نعم هذا واقع الحال أخي. نعم يعني دكتور، هذا اليوم والدلائل على ذلك كثيرة. صدقني اليوم أكو عوائل عاشة على أطلال منازلها على الأنقاض. هذا اللي عامل خيمة، هذا اللي مسوي مثل الكرفان، هذا اللي يا أخي وين؟ يعني هل يجوز أن تقبل، لو تسمي نفسها دولة هل يجوز أن تقبل هذا الموضوع؟ يعني هل هنالك، احنا المشكله انه هذه يعني كل التصرفات التي تتصرف بها الحكومات المتعاقبه كلها ليست تصرفات رجال دوله حقيقه، لانها غير مسؤوله، تصرفات ارتجاليه، تصرفات تصب بمصالح او لمصالح جهات خارجيه. يعني بغض النظر اليوم احنا نناقش ملف النازحين، نعم وهو ملف رئيسي ومهم جدا، لكن بالمجمل هذه التصرفات هي تصرفات حكومات المتعاقبة، أبدا لم تكن تصرفات دولة. هذه تصرفات حكومات تشكلها. نعم جهات خارجية وتسيطر عليها حقيقة، وهذه هي تصرفات طبيعية جدا لنظام محاصصة، يعني يعتمد على التحاصص الطائفي والتحاصص المالي والتحاصص الهوائي والتحاصص الأرضي. اسمح لي فقط دكتور أيمن، وأيضا يعني ننتقل نشاهد سويا هذا التقرير الجرافيك عن أزمة النازحين ومأساة النازحين في العراق التي ابتدأت ربما بعد عام 2003 وليس بعد عام 2014 وإلى الآن هي مستمرة.
أستاذ كاظم ياور، بالعودة إليكم مرة أخرى، نتحدث عن مأساة النازحين في العراق، وهذه ربما ليست الحلقة الأولى ولا الأخيرة، يعني تحدثنا في الكثير من الحلقات عن مأساة النازحين، هذا الملف الذي لا يراد غلقه من قبل الحكومات المتعاقبة. لماذا يا ترى، يعني هل فعلا لا تملك الحكومة رؤية لحل ملف النازحين؟ يعني إن جئت بأبسط واضعي الحلول من أي دولة مجاورة أو ربما من أي متعلم في الجامعة يتحدث يقول لك أننا نقوم ببناء هذه المدن المدمرة ونجهز الخدمات ونجهز المدارس ونبني المستشفيات ومن ثم نطالب الأهالي بالعودة إلى منازلهم مع تحقيق السلم المجتمعي وعدم تهديدهم بالاعتقال لأي سبب كان، لأنهم مواطنون عراقيون ومن حقهم أن يعيشون في هذا البلد بسلام، حالهم كحال أي مواطن في أي دولة. ولكن هل تغيب فعلا الرؤية لدى الحكومة، هذه الرؤية البسيطة، هذا التخطيط البسيط من أجل إرجاع النازحين إلى مناطقهم، أم أن هناك إرادات سياسية تريد إذلال النازحين وتريد تحطيم معنوياتهم والتنكيل بهم؟ نعم، طبعا فقط أنوه أن هذه المدارس أو الطلاب لا تقتصر فقط على، يعني إذا أخذنا مكونات العراقية الكريمة بعرب السنة، بل هناك يعني آلاف من التركمان من تل عفر ومناطق موصل أخرى، وكذلك حتى من الكرد من الموصل ومن أطراف كركوك وصلاح الدين وإلى آخره، يعني هو خليط كامل، وحتى من الأخوة الشيعة هناك آلاف العوائل تعيش في إقليم كردستان العراق للعمل وأمور أخرى، عراقي يستقر في للتجارة وأمور أخرى حتى الوظيفة، هناك وظائف اتحادية موجودة هنا في إقليم كردستان العراق، العوائل بحاجة إلى هذه المدارس، فهذه النقطة لابد أن ننوه إليه. أما بالنسبة للرؤية الحكومية لغلق موضوع النازحين، أنا برأيي الشخصي مسألة النزوح إذا بحثنا عن الحلول لابد أن نضع نقطة على مسألة كلمة النازح، يعني هذه خلال ما بعد 2014 إلى يومنا هذا أصبح هناك تغييرات في على هذا المصطلح، يعني هناك تغييرات واضحة في هذا المجال. اليوم 90% من المتظاهرين أو المطالبين بالبقاء في إقليم كردستان العراق لا يعتبرون أنفسهم هم بمصطلح، إذا صح التعبير، مصطلح السياسي النازح، هم يقولون نحن اليوم هنا متواجدون على أراضي إقليم كردستان العراق كعراقيين، حالنا حال الآخرين، أكثرهم يملكون يعني بيوت، اشتروا بيوتهم، لربما فقدوا بيوتهم أعمال يعني حربية وتهجير القسري وإلى آخره، أيا كانت السبب والمصدر إلى آخره، وأصبح هناك آلاف المشاكل الاجتماعية في مناطقهم هناك. ليس فقط المسألة هي مسألة عدم وجود الأمن أو توفر الأمن، هناك مشاكل، أصبحت هناك مشاكل عشائرية، مشاكل اجتماعية،
وحتى هنا في إقليم كردستان العراق أصبح هناك يعني مصاهرة اجتماعية عن طريق الزواج إلى آخره. إذن لابد أن ننظر إلى المسألة بشمولية كاملة، ولا نقتصر على مسألة كلمة نازح أو نزوح إلى آخره، ونخلط كل هذه الملفات نجعلها في ملف واحد، كيفية يعني غلق الممثليات وتنتهي المشكلة. لا تنتهي المشكلة بغلق الممثليات وزارة التربية، بل تؤدي إلى خلق مشاكل أخرى. أين يذهب كل هؤلاء آلاف المؤلفة من الطلاب؟ أين يذهبون؟ هل هناك مدارس أهلية؟ هل لديهم هكذا إمكانيات لكي يدرسوا في مدارس أهلية؟ ولا توجد حتى يعني مدارس أهلية كافية، أو لديها مناهج مثل مناهج موجود في حكومة الاتحادية وزارة التربية العراقية؟ إذن سوف نخلق مشاكل جدا كبيرة. البقاء على الوضع على ما هي عليه وحل المشكلة بتأني هناك فتح أبواب العودة الطوعية وبقاء المدارس وبقاء الممثليات والترتيب الصحيح. تغيير، عندما نذكر أن نغير كلمة ممثلية، لأن لديه أبعاد سياسية، مصطلح لديه أبعاد سياسية، فنغيرها إلى مديرية، مديرية العامة. وكيف يمكن تغييرها في نظام محاصصة؟ هو نظام محاصصة، يقول لك أنت كردي وأنا شيعي وأنا سني، هو نظام محاصصة لا يقبل خطأ، يقول لك أن هذا الأمر يريد أن يفرض على العراقيين الواقع الطائفي أو الواقع العنصري. يعني هذا كيف يغير تسمية ممثليات؟ يريد شيئا يبقى له جذور في كردستان. طبعا يعني أبعاد سياسية موجود في كل ملف، خاصة في الآونة الأخيرة، استهداف إقليم كردستان العراق اقتصاديا وسياسيا وإلى آخره، ملفات كثيرة. ولا يخفى على الجميع أن الحالة الاقتصادية يعني انتعشت في الآونة الأخيرة صراحة، بوجود يعني الأخوة من المحافظات الأخرى على أراضي إقليم كردستان العراق نتيجة وجود الاستثمارات والعمل وإلى آخره من الأمور الأخرى والسياحة. كل هذه الأمور موجودة، ولكن نحن نريد أن يكون هناك إرادة الطوعية للمواطن العراقي أيا كان يعني محافظته أو يعني أصله العائد أو مقيم إلى آخره. فهذا الأمر يعني هو حق مكتسب دستوري، لابد أن نحافظ عليه، كما أن من واجبات الحكومة الاتحادية غلق ما يسمى بالمخيمات، النزوح وإعادة المهجرين الذين فقدوا بيوتهم وأهاليهم إلى مناطقهم بشكل طوعي، وتعويضهم وعودتهم مكرمين معززين. هذا واجبهم. وكذلك من يبقى هنا والأكثرية يريدون البقاء، واجب على الحكومة الاتحادية أن يوفر لهم حقهم الدستوري، التعليم، المدرسة، سواء كان في البصرة أو في أربيل تابع للوزارة التربية الاتحادية بنفس المناهج بنفس القانون. إذا لا توجد هناك أي عائق، لا سياسي ولا قانوني ولا دستوري ولا حقوق إنسان، عندما نقوم بعزل كل هذه الأمور ونغلق المدارس. لا توجد في كل العالم مصطلح غلق أو إيقاف، لا توجد، خاصة في مسألة يعني متعلق بالتعليم. وكما ذكرت، أكثر من 90% هم لا، الحكومة العراقية لا يطالبون الحكومة العراقية بتوفير أموال الهجرة أو بتوفير مخيمات أو وسائل أخرى. هذه الأمور انتهت، الحكومة العراقية لا توفر لهؤلاء أي وسائل ما يعتبرها بحسب قانون الدولي الهجرة أو الهجرة القسرية إلى آخره. لا توجد كل هذه الأمور في إقليم كردستان العراق.
ما هو موجود هو فقط حق التعليم، وحق التعليم كما ذكرنا هي يعني أو هو حق دستوري بحسب الدستور العراقي مادة 44، أولا أنه يتمتع العراقيين حق التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه بشكل متساوي لكل العراقيين. فعندما يعطيني الدستور أن أقيم على أراضي إقليم كردستان العراق ولا يسلب مني حق التعليم، يعني لا يقبل العاقل أنه شخص يسكن يقيم في أربيل ويكون مدرسته في الرمادي، يعني يوميا يستيقظ صباحا في الأربيل ويسافر إلى الرمادي يدرس هناك ثم يعود مساء إلى أربيل. هل هذا الشيء يصدقه أو يقبله العاقل؟ نعم، لا يقبله منطق. شكرا دكتور كاظم. أخيرا دكتور أيمن، حكومة تنتج مشاكل ومشكلات ولا تنتج حلولا، هذه سمة، يعني سمة خاصة لحكومات ما بعد الاحتلال 2003، إنتاج المشكلات وليحير بها العراقيون. يعني الدول المجاورة، نحن بلد يمتلك من الثروات والخيرات من النفط والثروات المعدنية ما يفوق الدول المجاورة، ولكن تجد الدول المجاورة تقوم باستيراد المدارس البريطانية والأمريكية والفرنسية والأجنبية وإلى آخره، استيرادها ولتعليم أبنائها لخدمة أبنائها. ولكن في العراق يحرم العراقي من حقه في التعليم في دقيقتين. ما هي الحلول من أجل التخلص من هذا الواقع، التخلص من مأساة النازحين وواقعهم المرير؟ أخي، هل يعقل هذا البلد؟ يعني اليوم إحنا نصدر أكثر من 4 مليون برميل من النفط من غير الخيرات والثروات الأخرى، هل يعقل هذا حال البلد؟ 50% من الشعب العراقي هم من الفقراء، أكثر من 24% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، أكثر من 50% من الشعب العراقي من الأمية، انتشار التجارة بالبشر، هذا كله حقيقة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. لا يمكن أن تكون هذه الحكومات جزءا من أي حل ممكن، والأيام يعني 20 عاما مضت أثبتت هذا الموضوع. فاليوم بحاجة إلى نظام جديد، نظام لا يموت بصلة إلى النظام الحالي، نظام تغيير جذري، نظام وطني، نظام يحمل هموم الشعب، نظام يريد أن يخدم الوطن، نظام ليس بالكلام، هو الكلام سهل لكن ماذا على أرض الواقع؟ ماذا نجد؟ كلها أمور تصطدم بالرغبات الخارجية والمخططات الخارجية وتفرض على الشعب فرضاً، والشعب هو من يدفع الثمن. والمشكلة الكبرى أيضا أن هذا النظام هو نظام مدعوم من أمريكا ومدعوم من طهران. نعم. وهاتان يعني لا يمكن لا لأمريكا ولا لإيران أن تهتم لمصالح العراق، بالعكس هم يريدون هذا البلد بلدا ضعيفا مقسما يعيش أزمات وأزمات متتالية. اليوم لم نؤشر اي مؤشر يعني ايجابي من اداء اي من الحكومات التي يعني فرضت على العراق. نعم. وهذا كله بشهاده التقارير والتقارير الدوليه والامميه، فضلا عن التقارير المحليه والكم الهائل من هذه الادله والاثباتات. فهنا شكرا. ماذا نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن أزمة حقيقية في العراق لا يمكن أن نجد لها حلا وفق المعطيات الحالية. شكرا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وشكرا دكتور كاظم ياور الكاتب والباحث السياسي. شكرا ضيوف الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.